وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الخطبة 11 في الحديث عن مسالك الشيطان، وفيها ننهي كلامنا عن المسلك الأول من مسالك الشيطان وهو الحسد. عرفنا الحسد وأسبابه وأنواعه وكذا، تحدثنا عن كيف صور القرآن الكريم الحسد وكيف تحدث القرآن عن هذا الأمر. ثم بعد ذلك ينتقل حديثنا عن الوقاية من الحسد. حدثنا في المرة الماضية ضرر الحسد على الجماعة والمجتمع، واليوم نتحدث عن الوقاية من الحسد. الحسد شيء يتأتى في نفس المرء، فينبعث هذا الشيء عندما يلقي بنظره على أمر، تتحرك نفس الشخص الخبيثة التي هي ليست منضبطة بالإيمان، تتحرك نحو ما ترى فتنفث سمومها. مثل ذلك كالحية ترى ضحيتها فتشتم رائحته فيثير ذلك حفيظتها، فيتحرك في نفسها شيئا ما فيتم إفراز ذلك السم، ثم تأتي فتلسعه لتضع السم في موطنه فيموت صاحبه أو يموت ذلك الملسوع. بنفس النفس، بنفس هذه الصورة يتأتى الحسد. النفس التي ليست منضبطة بضوابط الإيمان حينما ترى شيئا أو نعمة أنعم الله بها على أحد، عند هذه اللحظة تتحرك هذه النفس البغيضة فتنتج تلك السموم التي تخرج من عين ذلك الناظر. وهذا قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. كيف نتقي هذا الحسد؟ كيف يصل الإنسان إلى الوقاية من الحسد وكذا من السحر؟ يقول العلماء: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. عشرة أسباب الإنسان يتسبب بها أو يتسلح بها حتى يدفع عن نفسه شر الحاسد. السبب الأول: التعوذ بالله منه والتحصن بالله عز وجل. أول حاجة إنك تستعيذ بالله
ولذلك جاءت السورة هكذا مفتتحة بقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بس خد بالك إن السورتين نزلوا وراء بعض، سورة الناس نزلت بعد سورة الفلق، فالسورتين متواصلتين، فلو وصلت السورتين على بعض هتفهم شوية فوائد. قل أعوذ برب الفلق، قالوا الفلق واد في جهنم، وقالوا الفلق هو فلق الصبح، من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر من خلق الله، ومن شر غاسق، قالوا الغاسق هو سواد الليل، إذا وقب أي إذا دخل واسود الليل، لأن دخول الليل له خوف. أنت ممكن تكون مش حاسس الخوف ده، أنت ممكن تكون ما بتحسوش، أنت ممكن تكون مش عارفه، بس هو في موضوع كوني بيحصل كل يوم مرتين. حينما يسلخ النهار من الليل أو يسلخ الليل من النهار، حينما يفلق الصبح فالق الإصباح، أنت بتسمع حاجة؟ بتسمع دربكة؟ الدنيا بتتكسر؟ الكواكب بتخبط في بعضها؟ ما بتسمعش. ليه؟ لأن الملك الحكيم القادر المقتدر هو الذي يفعل ذلك صباح مساء وأنت تتقلب في نعيمه ولا تشعر. تعرف لو عمل لك حكاية الصبح وبالليل دي، إن كل ما يجي الصبح تحصل طنة كده في الكواكب فالدنيا تسود، يعني النهار بالليل النهار لما يجي يمشي فيجي قبل المغرب كده تروح يحصل أي حركة من الشمس ولا القمر ولا الأرض ولا بتاع أي هزة كده والدنيا تظلم بعد كده، كان ممكن ده يحصل. يعمل لك نفس الحكاية في الصبح ويجي لك النور، إنما قالها بالراحة كده، قال: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله. شو التعبير القرآني؟ فالق الإصباح، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. مين يقدر يعمل ده؟ فأنت ما بتحسش دي، فبيقول لك قل أعوذ برب الفلق. ليه؟ لأنه لو غضب مش هيعمل الفلق ده، فمش هيجيب لك نهار. طب لو ما جابلكش نهار خلاص بقت سودة. من شر ما خلق ومن شر غاسق، الليل إذا غسق أي إذا اشتد ظلامه، ومن شر غاسق إذا وقب أي دخل، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات إما النمامات التي تنم، النميمة يعني وذكر كلام الناس، وإما اللواتي كن يشتغلن بالسحر فيأتين ببعض الأشياء، ببعض الأحبال وهكذا والخيوط، ويعقدنها يعني يعقدوا هذه الخيوط عقدا عقدا ويكتبون عليها أشياء حتى لا تنفك عن صاحبها، ومن شر النفاثات في العقد. بعد كده قال: ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى رقم واحد النفاثات السحر أشد، نمرة اثنين اللي أقل منه ومن شر حاسد إذا حسد، اللي بعد منه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. منين ومنين؟ مين اللي بيوسوس لك في الصدر؟ نوعين من الوسوسة، وسوسة شيطان ووسوسة نفس، قال من الجنة والناس. فيبقى الجنة اللي هم الشياطين يوسوسوا لك، وفي شياطين من الإنس يوسوسوا لك، وفي النفس توسوس لك اللي هي من الناس. فالقرآن جابها بالترتيب ده
بس لما جابها بالترتيب ده قال لك قل أعوذ، أنت تستعيذ يعني، يعني تتحصن وتلجأ وتحتمي بالله. فهم قال لك خليك عارف أن الوسوسة قد تكون من النفس وقد تكون من الناس وقد تكون من الشيطان. فقال لو كانت الوسوسة من الشيطان فأنت تعرفه لكنك لا تراه. فعشان كده ربنا قال إذا أنت استعذت بي فهو سبحانه سميع، سميع، سميع لدعائك، عليم بحالك. فالشيطان يوسوس لك وأنت لا تعرفه ولا تراه. عشان كده قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في فصلة قال إنه هو السميع العليم. شوف السمع والعلم، خد بالك. سميع أي مجيب لك يسمعك، عليم أي يعلم حالك الذي أنت لا تعلمه. طب لو اللي بوسوس لك واحد من البشر، يوم القرآن يقول إيه؟ إن الذين يجادلون في آياتنا، يقول إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. هنا بقى ليه؟ لأنك أنت شايفه. فبيقول لك إن الذين يجادلون في آيات الله، اللي مش عاجبهم كلام القرآن وآيات ربنا، والآية دي مش عاجباه، والنص ده مش عاجبه، والآية دي مفروض تتشال من القرآن، وإزاي يقول في القرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله، إزاي القرآن يقول قاتلوا كده على طول مباشرة؟ إزاي يقول كده القرآن؟ مش عاجبه. قال إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يبقى لما كانت الاستعاذة من الشيطان الذي أنت لا تراه قال السميع العليم، لما كانت الاستعاذة من وسوسة الإنس قال السميع البصير. ليه؟ لأنك أنت تراه وتنظر إليه، وكذلك الله يراك، يراكما ويطلع عليكما. شوف التعبيرات القرآنية. يبقى أول واحد الاستعاذة، تعمل إيه في الاستعاذة؟ تقرأ المعوذتين والإخلاص كل يوم الصبح أول ما تصحى من النوم 3 مرات وقبل ما تنام. دي بتتقال في أذكار الصباح وأذكار المساء، وأذكار الصباح بتتقال قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء بتتقال قبل غروب الشمس. وبما إن إحنا أحيانا أو الكثير منا مسألة طلوع الشمس وغروب الشمس المسألة مش شغالة معاه، فبقول لك أول ما تصحى من النوم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس ثلاثا قبل النوم. يبقى أول ما تصحى من النوم وقبل ما تنام. دي فيها مشكلة؟ يبقى دي نمرة واحد، التعوذ بالله والتحصن به والالتجاء إليه سبحانه وتعالى، دي رقم واحد. السبب الثاني تقوى الله. ايه تقوى الله؟ حفظ أمره ونهيه، إنك تحفظ الأوامر والنواهي، أمرك بإيه ونهاك عن إيه فتتقي. طب ليه بقى ايه التقوى دي؟ قال لأن التقوى دي حصن منيع ممن يكيد لك. ليه؟ لأن طبيعتك أنت اللي بيحقد عليك أو بيحسد عليك يكيد لك. فيقول لهم في القرآن بلى إن تصبروا وإيه؟ وتتقوا، إيه اللي يحصل؟ لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى نمرة 2 تقوى الله. تقوى الله هي خوف منه وعمل بكتابه واستعداد لآخرته، هو ده اللي انت بتعمله لما تكون عندك تقوى الله. ادي نمرة 2. نمرة 3 الصبر على العدو، انك تصبر على العدو، يبقى عندك صبر عليه، على العدو. يعني ايه تصبر عليه؟ يعني لا تقاتله، لا تشتمه، لا تحدث نفسك بأذاه. خلاص؟ ليه؟ قال لأن هو لما يؤذيك حتى ولو كان الأذى بعقاب من وجهة نظره وأنت فيها مظلوم، قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. القرآن بيقول لك لو في مشاكل بينك وبين واحد فانت عاقبته ولا حاجة، ما تشغلش نفسك بعد العقاب، اقفل الصفحة دي وخش اللي بعدها، لانك لو فضلت شغال في نغمة الصفحة دي انت مش هتخلص طول عمرك. فجارك مثلا اذاك، اشتكاك، رفع عليك قضية، حبسك، اي حاجة، فلو هتفضل انت مشغول بالصفحة دي على طول، اصله اذاني، اصله حبسني، وتفضل انت شغال بالقصة دي مش هتخلص، لازم تقلب الصفحة دي وتروح للي بعدها. فان كان ما فعله معك بغي منه عليك فوعد من الله لك بنصرتك عليه. ذلك ومن عاقبه بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ايه اللي يحصل؟ لينصرنه الله. السبب الرابع التوكل على الله. ليه بقى التوكل على الله؟ قال لان كل عمل ربنا يقول الجزاء بتاعه، الجزاء بتاع العمل يقولوا كده بيدينه جزاء، اللي يعمل كذا ياخد كذا، من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. انما عندي التوكل، قال ومن يتوكل على الله، مش هديله حاجه، قال فهو حسبه فهو كافيه وناصره. فلو انت متوكل عليه، مين اللي ممكن يؤذيك؟ مين اللي ممكن يتعبك؟ مين ممكن يضرك؟ مش ممكن. يبقى نمره واحد التعوذ بالله من الشيطان بالمعوذتين والاخلاص صباحا ومساء. نمره اتنين تقوى الله، يبقى عندك تقوى الله. يا راجل ده انت لو عندك عيال وخايف عليهم لما تموت، ما انت سايب لهم حاجه، ما انت سايب لهم حاجه. وخدوا بالكم انتوا لما تيجوا تموتوا هيبقوا مش سايبين حاجه لاولادكم، عشان تبقوا عارفين، مش سايبين حاجه. ايوه انت اخرك ايه يعني؟ عندك فيلا عامله لها 12 مليون، انت لما تيجي تموت وتسيب لهم ال 12 مليون ولا يعملوا لهم حاجه زي 120 جنيه، انسى، ما انتش عامل معاك 100 مليون لما تمشي كانهم 100 ألف، فخلاص ما احنا سايبين حاجه. فقال لك لا لا، ما تشغلش بالك بقى انك تقعد تعمل له استثمارات وتجيب له بقى دولارات وتعمل، لا لا سيب بالك يا اخي. قال لك ده حلها سهله قوي. قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم، عارف قال يعملوا ايه؟ فليتقوا الله. كم من الآباء كانوا أغنياء تركوا أبنائهم إيه؟ فقراء، على يتكففون الناس. وكم من فقراء تركوا أبنائهم أغنياء. فمسألة ابنك يبقى فين أو فين، تقواك أنت لله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. عارف لو قال فليتقوا الله بس كان حل المشكلة، إنما المشكلة إن قال وليقول قولا سديدا، يعني يقول كلام حلو وما يظلمش حد وما يتغتبش حد وما يتنممش على حد وما يتكلمش في حق حد كلام مش كويس، وليقول قولا سديدا. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. فإن خطر ببالك من تحقد عليه أو من ظلمك أو من أذاك فاشغل بالك أنت بمولاك. روح على الذكر، روح على الدعاء، روح على الصلاة، ما تروحش تشغل بالك بقى باللي أذاك وظلمك وتضيع الوقت كله بقى فيه، لا اجري، اجري على الطاعة، على العبادة، على الذكر، على كذا. ليه؟ عشان ما يتكونش لديك أنت لا حقد ولا حسد، خلاص انقل. السبب السادس الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته سبحانه وترضيته والإنابة إليه في محل خواطر النفس. يعني إيه؟ يعني خلي كل تركيزك إن الملك يرضى عليك بس، الملك اللي هو ربنا إنه يرضى عليك بس، بس هو دي كل أملك، كل منتهى أملك في الدنيا إنك تعمل العمل لله، دي نجاة. السبب السابع تجريد التوبة إلى الله، إنك تتوب، تتوب. خدوا بالكم أنا في 2008 قلت الخطبة اللي بقولها لكم النهاردة دي في 10 خطب، والخطبة كانت 45 دقيقة، فأنا بختصر لكم 450 دقيقة في 25 دقيقة، عشان انت عارف انا بسيب حاجات، بس انا بديك اللقاط الرئيسية نركز عليها وابعتها لك على الواتساب، احفظها بقى وذاكرها. ليه التوبة بقى؟ القرآن بيقول آية عجيبة قوي، عجيبة
بقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف القرآن بيقول إيه؟ وما أصابكم من مصيبة سببها إيه؟ بما كسبت أيديكم. أي والله يبقى محتاجة إيه؟ توبة. لو الناس جددت التوبة الدنيا تتغير. لو أنت في بيتك جددت التوبة زوجتك تتغير. مش هتتغير يعني هتروح البيت تلاقيها مشيت وجات واحدة مكانها، لا، هي نفس زوجتك إنما تغيرت أخلاقها. تعرف تغيرت بإيه؟ بتوبتك أنت. ساءت أخلاقها، تعرف بإيه؟ بمعصيتك أنت. أولادك يبقوا كويسين بتوبتك أنت، يبقوا سيئين بمعصيتك أنت. واحد من السلف كان يسير في الطريق فلقياه رجل فأغلظ القول عليه، ماشي كده في واحد قابله فقعد يشد عليه في الكلام قوي، قابله بطريقة وحشة قوي. بعد كده الرجل ما اكتفاش بقى انه يغلظ القول عليه كمان، كان جنب بيته لسه الرجل طلع من بيته وده قابله في الطريق قعد يشد عليه جامد قوي في الكلام. بعد كده ساء أدبه فسبه الرجل اللي قابله ده بسبه، فقال له ذلك الرجل الصالح: لو أنك انتظرت دقيقتين، استنى بس دقيقتين ثلاثة هنا، تقف دقيقتين بس بعد إذنك. قال له هتعمل؟ قال له هدخل بيته. قال له ادخل، أنت فاكر أنا بخاف؟ ادخل. فالرجل دخل البيت وطلع، اللي واقف بره لا قلبه بيتغير، ففضل واقف كده مستني. فلما طلع فالرجل اللي بيشتم ده قال له ايه انت عملت ايه؟ قال: ركعت لله ركعتين بنية التوبة من ذنب انا فعلته لا اعلمه. قال له بعدين؟ قال له: حتى يصرفك الله عني فما فعلته في اللي انت عملته في ده إنما هو من جراء ذنب اقترفته. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف الفكر. أي والله شوف الفكر. يعني مجرد ما تحس أن أنت عندك مشكلة كبيرة جدا في البيت، عندك ذنب أنت عامله، أنت عندك ذنب عامله، توب إلى الله منه. عارفه يبقى خلاص حدد، ما انتش عارفه قول يا رب تبت اليك من ذنب لا اعرف. ولذلك النبي كان بيقول: اللهم اني استغفرك مما لا اعلم، اعوذ بك من شر ما اعلم ومما لا اعلم. يعني اللي انا عارفه واللي انا مش عارفه. ليه؟ لان في ذنوب احنا مش عارفينها بتقترف واحنا مش متخيلينها ان ممكن تبقى ذنب، فده ذنب. يبقى التوبه مهمه. ليه؟ ترفع عنك المشاكل دي. ده السبب السابع. يبقى لما حد يضرك يبقى بذنب أنت اقترفته. لكن تعرف لما أنت تمتنع عن الذنوب يوم ربنا ما يصلتش عليك أي حد، ما يصلتش عليك أي حد. أول ما تلاقيه بيصلت عليك حد يأذيك يضرك يشتمك يسيء إليك أي حاجة من دي، اعرف أنك عندك ذنب ولازم تقف عنه. اقعد بقى فتش مع نفسك فين الذنب ده عشان ابطله. اول ما تلاقي زوجتك في البيت سيئه الخلق والتعامل فكر انك انت عندك ذنب. اول ما تلاقي زوجك في البيت سيء الخلق وقاعد يبص شمال ويمين وراجل مش محترم يبقى انت عندك ذنب عايزه تتوبي منه. مجرد ما تتوب او تتوبي الدنيا تتغير. اول ما اولادك يتعبوك خليك عارف انك عندك ذنب، زيحوا بقى بأي حاجة، تزيحوا بالصيام، تزيحوا بذكر، بدعاء، بقراءة قرآن، خليك عارف. السبب الثامن الصدقة والإحسان. السبب التاسع اللي ما ابن القيم هو بيقول السبب التاسع ده بيقول هو من أصعب الأسباب وأشقها على النفس. إيه هو السبب ده؟ قال: أن تحسن لمن أساء إليك. ده صعب أوي دي والله العظيم، دي صعبة. يعني لو واحد شتمك فاتوا معلش أنا آسف، هو اللي غلطان، هو اللي شتمك، هو اللي أساء، هو اللي اعتدى، هو اللي ظلم، وتقول معلش أنا آسف حقك عليك، معلش أنا آسف حقك عليك.
تعرف بيموت، جربوها كده مرة بيموت، وقعد يجري وراك عشان يوقفك، يقولك يا عم انت بس انت اللي ما هو مش عارف يطلع بقى من الكبرياء بتاعه. فتقوله ماشي والله ابدا انا غلطان، انا متأسف ما خدتش بالي، وانت واخد بالك ولا اذيك هو عارف. بيموت، عارف ضميره بيقعد بقى يتعبه يجي سنة، ويا سلام لو معرفش يوقفك او يوصلك، يا سلام السنة دي ممكن تقعد 10 سنين كل شوية افتكرها. أيوة والله كل شوية افتكرها وما يعرفش ينساها، وتبقى معلقة في ذاكرته كده، معلقة في ذاكرته كده ما يعرفش ينساها. ازاي ما تعرفش يا اخي؟ فعشان كده لما تغلط الحق صلح بسرعة. انا ضربت ولد قلم يوم العيد، عيد الفطر، من يجي 20 سنة. شوفوا انا بقول لكم الخطبه افتكرتها دي، الشيطان دايما ينغص عليا كده. ضربته قلم جامد قوي، لقيت ولدين مع بعض، ففي ولد بيضرب التاني، فانا رحت على الضارب، فقمت لطمه قلم جامد قوي. انا لا عارف الضارب ولا المضروب، بس اخذتني الحميه على ايه؟ ان انا دافع عن الشخص. فطلع الولد ده بيضربه عشان يفوقه، الولد مش عارف يفوق، عنده حاله كده معرفش عصبيه ولا ايه، فبقول لي انا بفوقه، انت بتضربني ليه كده؟ انا لا عرفت ارجع للواد ولا عارفه ولا عارفه فين. وخد بقى، خد بقى من العذاب الاليم بقى لما تفتكر مش عارف تحلها، ما انت هتقابله تطبطب عليه فتديله، كان ساعتها بقى من 10 سنين كنت هتديله جنيه ولا حاجه والامور تبقى حلوه وزي الفل، انما دلوقتي عايز تديله 1,000,000 جنيه. يعني مش عارف ساعتها اقول لنفسي كويس ان انا ما شفتوش، انا لو شفته هديله دلوقتي جنيه يعمل بايه؟ طب 100 يعمل بايه؟ طب 10,000 يعمل بيهم ولا حاجه. بص القرآن بيقول ايه بقى؟ بيقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. بص اللي بعدها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بص اللي بعدها، وما يلقاها إلا الذين صبروا. محدش يعرف يعمل دي إلا أصحاب الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في آية تانية، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك ومما رزقناهم ينفقون، في القصص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لنا قصة النبي اللي قومه ضربوه، بصوا أخلاق الأنبياء، فبيقول إيه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لما قوم أزوه ضربوه فرد قال إيه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. العلماء بقى وهم بيجمعوا بيطلعوا الدروس المستفادة من الجملة دي، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قالوا إن النبي ده عمل 4 حاجات. نمرة 1 أنه عفى عنهم، نمرة 2 أنه استغفر لهم، نمرة 3 أنه اعتذر نيابة عنهم لربه، نمرة 4 أنه استعطف مولاه فأضافهم إليه فقال قومي. اللهم اغفر لقومي، قومي أنا، فإنهم لا يعلمون. ولما ذهب رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن لي أهلا أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون، قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. شوف الكلام، يعني واحد يأذيك وتدعو له أن يغفر الله له، تعفو عنه وتدعو الله أن يغفر له، وتعتذر لربك عن فعلته معك، ثم تدخله في داخلك فتقول هذا أخي، أخي فيك أنت فاغفر له. إيه ده بقى؟ ده ممكن حد يعمل ده؟ ركز. السبب العاشر، تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. يا سلام، بقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فيش حد يرفع عنك الضر إلا هو بس. والنبي يقول لعبد الله بن عباس وهو طفل صغير كده،
يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبي الذي اصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. إحنا بنتكلم عن الوقاية من الحسد. مش هتقدروا تجمعوا العشرة كده دلوقتي، لكن تقدروا تقروهم بقى قراءة من الواتساب أفضل، وتقعدوا بقى تذكروا النقاط دي ورا بعضها، حطها قدامك كده، اكتبها في ورقة وحطها قدامك كده، قول أنا مطلوب مني 10 حاجات أعملهم، مطلوب مني أقول كل يوم قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل والله أحد 3 مرات الصبح وبالليل، مطلوب مني أقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات الصبح وبالليل، والحديث في مسلم، مطلوب أقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة 3 الصبح و3 بالليل، حديث في البخاري، مطلوب أقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، الحديث عند أحمد في المسند. يبقى تقول الذكر ده مطلوب إنك تقوله. وعند مسلم في صحيحه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وجعا يجده في جسده، قال له في حتة كده بتوجعني في جسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك الذي على موضع الألم من جسدك وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، الحديث في البخاري. هذه بعض الأدعية والأذكار التي ينبغي أن نقولها وقاية من الحسد. يبقى كده موضوع الحسد خد مننا كده تقريبا 8 خطب. هو كان واخد 30 خطبة في سنة 2008، بس احنا اختصرناه وقلت لحضراتكم في هذه الاختصارات السريعة، وكده يبقى انتهى موضوع الحسد. ونبدأ بقى ندور مع حضراتكم على مسلك جديد من مسالك الشيطان، مسلك جديد بقى. الشيطان بيدخل من باب الحسد، خلاص عرفناها، والباب ده يعني لأنه شوية عليه كلام وأقاويل كتيرة وأراء علماء وفقهاء، فأنا ما حبيتش أدخلكم في المتاهات دي، إنما يبقى لكم المسلك الثاني من أخطر المسالك. كلنا بقى واعين في المسلك ده، كلنا بلا استثناء، كلنا وقع بقى جامدة جدا، وهو بقى ماسك الحكاية دي وقاعد بقى يلعب بينا زي ما هو عايز، وكل ما تحاول تخرج من المسلك ده تروح واقع فيه تاني. ما بتكلمش عليك، بتكلم على نفسي. أي والله مسلك خطير جدا. القرآن يتكلم عنه بطريقة غريبة وقال كلام كتير جدا عن المسلك ده، المسلك التاني من مسالك الشيطان، وقعد يحذرنا منه ويقول لنا خلي بالكم، ويحكي لنا قصص في المسلك ده ويقول لنا عليه، قول خلي بالك هو بيدخل لك من طريق محمود وبعد كده يقلبه يبقى مذموم، ركز وخد بالك. ايه المسلك ده؟ ايه انواعه؟ ايه تعريفاته؟ ايه اضراره على الفرد والجماعه والمجتمع؟ كيف يدخل الشيطان من خلاله؟ ما هي الحيل التي يتبعها الشيطان؟ دي موضوع نقوله بقى في 10 جمع، اللي هو المسلك الثاني من مسالك الشيطان، نستكمله في الخطب القادمه، مش الجمعة بقى اللي جاية، بعد القادمة بإذن الله نبدأ المسلك الثاني من مسالك الشيطان بتركيز. أنا حبيت أعمل حاجة في المسالك أصورها، مسالك الشيطان أصورها وأعملها بصورة كويسة وبحاجة لائقة وكويسة جدا، وبعد كده منتجها كويس قوي، وبعدين نحطها بقى على الإنترنت عشان تبقى حاجة يعني لائقة وموجودة، وبعملها لك على الواتساب هتلاقيها زي كتاب، وفي الآخر أنا هسلمها لك مكتوبة، اديتها لك على الواتساب واديتها لك مسموعة، وهتاخدها مرئية وهتاخدها كتاب عشان تبقى هي دي حياتك، لأن القرآن قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو ده العدو الحقيقي بتاعك. فأنت لازم تفكر بقى، بفكر، فأنا بحاول أبذل قصارى جهدي إن أنا أوفره لك بصورة تكون حسنة وتكون طيب، وأنا نيتي فيها بقى الصدقة الجارية، أهو لا رياء فيها ولا سمعة، بس ليه بقولها؟ عشان تبقى عارف إن التكلفة عندنا، فأنا بعملها مش 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 بزنس، ده الحكاية دي أنا بعملها صدقة جارية، عشان لو الواحد مات بعد مسالك الشيطان يبقى في حاجة شغالة،
وإذا ما متش هخش بقى في موضوع تاني برضو إن شاء الله وأعمله برضو بنفس الطريقة. عندي موضوع جامد برضو اسمه إحياء النفوس، ده عايز له بستين خطبة، فده برضو نعمله صدقة جارية. لو مت بعد المسالك الله الكارثة. طب فرض واحد مات في وسط المسالك، صدق دي ما خطرتش على بالنا دلوقتي، ربنا يستر. طب انتوا دعوتكم مستجابه، ادعوا اكمل المسالك واحياء النفوس بالمره عشان يبقى الواحد عنده يعني وقت طويل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكرمنا بفضلك ولا تهنا، زدنا ولا تنقصنا، اجرنا ولا تؤجر علينا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، تولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.